أنا إذا برنامجي فيه تقدم فهو تقدم في الفنانين والناس والدعم، ما في أحد ينجح بروحه حمود، أكيد الناس كلها يكونون شركاء في هذا النجاح، بس إحنا الصراحة يتعبنا إن سالفة إن مطرب اعتراف من الدرجة واعتراف الأولى واعتراف يا نفسك خيتي، عندك لون وعندك خط وعندك نجمة، ماكو. أنت نجمة، أنت بالنهاية نجمة، يعني الله أنت يحفظك. إنسانة نجمة أقسم بالله العظيم، وتستطيع يعني